السلام عليكم يا جماعه، ازي الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى في كلمتين وبس بالانجليزي، عايزين نتناول كده شويه كلمات بتستخدم في الفتره الحاليه في ظل الازمه الموجوده في فلسطين. طالما ان احنا بنتكلم على ازمه وفلسطين، فاحنا عندنا كلمه فلسطين يا جماعه بالانجليزيه Palestine، ولا مره تانية Palestine. ولو انا عايز اقول فلسطيني اقول لك Palestinian، he is a Palestinian، خلاص Palestinian، Palestine، Palestinian، خلاص كده. وبعدين كلمة أزمة يا جماعة، كلمة أزمة عايزين نقولها بالإنجليزية نقول إزاي؟ crisis crisis crisis. طب أنا عايز أجمعها هقولها إزاي؟ crises. شوف بيحصل تحول في الصوت الداخلي، crises. يبقى there is a crisis، there are many crises today in the Middle East، خلاص كده. وطالما إن إحنا بنتكلم بقى على أزمة وأزمات، فهتبقى مرتبطة دايما بكلمة احتجاج ومحتجين ويحتج. أولا عندنا الفعل يحتاج اللي هو protest، أولا مرة تانية protest protest. وبعدين عايز أقول محتجين يا جماعة أقولها إزاي؟ أقول protesters protesters، خلاص كده. عندنا كمان في كلمة بنسمعها دلوقتي كتير قوي اللي هو عسكرية، مناورات عسكرية، تحركات عسكرية. عندنا كلمة عسكرية دي في الإنجليزية الأمريكية دايما يقولوها military military. خلي بالك من المقطع الأخير تاري، military. دايما كده الامريكان عندهم T-A-R-Y دايما تاري military، انما في الانجليزيه البريطانيه دايما يقولها ايه؟ military military in American style، military in British style. بس كده يا جماعه.